مسألة الحظاظة لا يجوز لبسها. يقول لك الحظاظة ليه؟ تجيب لك الحظ. طب الحظ من الذي يدبره ومن الذي يقدره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال أهل العلم: الجد الحظ. فالحظ لا يقع إلا بأمر الله. فكيف تعتقد أن جلدة إذا بتتحط في رجلين الكلاب، هذه الجلدة هي التي تجلب لك سعادة الحظ وتعاستك إن كان عقلك كذلك؟ نعم. من لبسها ليه؟ لو لبس من غير نية الحضنية حظاظة تشبه بأهل الفسق برضه ينفع؟ معلش تتلاقوني لابس كده في ايدي كده حتة جلدة سودة هنا، والجانب التاني حتة سلسلة مكتوب فيها اي لاف يو، ينفع؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش خلاص. لماذا؟ لأن هذا الصنيع لا يفعله إلا المتفسخون.